ألو، السلام عليكم أستاذ رامي. عليكم السلام، سني أم شيعي؟ لا، أنا كنت شيعي سابقا ما شاء والآن الله سني الحمد ما لله. شاء الله، المهتدي رقم 6، حياك الله يا حبيبي. نعم أستاذ رامي، بس أنا عندي سؤال، يعني وهذا السؤال كلش زعجني بصراحة. تفضل. يعني المسألة زعجتني، مو هو نفس السؤال. أنا لما ما كنت في البلد فتشيعت، فانه صار انه لازم اترك البلد من سبب ضغط ابويا، يعني كان يقول لي تراجع من هذا الشيء وكذا. فانا ما حبيت ان يكون، سبحان الله، ما حبيت يكون بيني وبين ابي يعني عداوة، فتركت البلد وجيت على اوروبا، جيت على فرنسا. يعني والدك خالفك لأنك تشيعت؟ نعم يعني والدك سني؟ نعم لا، والدي شيعي وانا اصبحت سنيا. أيوة، لأنك تسننت، واضح الأمر هكذا. نعم، نعم، الله يهديه. فيقول لي دائما ارجع، فارجع للتشيع، فان لم ترجع فانا لست بوالدك يعني. فكان عمري 25 سنه تركت البلد، والان عمري يعني 33 سنه بعد 8 سنوات، ويلح كذلك يلح يعني. نعم، فهذه المساله مضايقتني، يعني هل حضرتك اسالك انه إذا كان والدي ما يرضى علي ويقول لي دائما إنه أنت عاق وكذا، هل العقوق يدخل في هذا الشأن؟ رجاء بس وضح لي. أجاب الله تبارك وتعالى عن سؤالك هذا في سورة لقمان، الآية رقم 15: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فإيه؟ فلا بدي إيه؟ علم. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطيعه في ذلك، قل له: يا أبي، أنا رأيت الحق مع كلام الله تبارك وتعالى، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مهما شفت، صلى قال: الله عليه وسلم. لأرجمنك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وكان لا يعلم أن الاستغفار بعد ذلك نزل يعني. فقال له: هرجمك علشان يرجع لعبادة الأصنام. ما قالوش: لا، أنا على الحق، افعل ما تريد. قال: سلام عليك. فأنت إن أنت لا تطيعه فيما يريد أن يأخذ بيدك إليه، وفي نفس الوقت إن ارسل له بالهدايا، ارسل له كلام طيب، سواء مرسال مع أحد من أقاربك، سواء، وحتى مهما يفعل لا، معك، أنا بكلم. نعم، فلا ترد عليه. أنا نعم، صحيح، أنا دائما أكلمه، وآسف على انقطاعك لأن الصوت شوي بطيء. أنا دائما أكلمه بالحسنى بصراحة. أحسنت. فآخر مرة قال لي أنا رادود حسيني وكذا، وأنت يعني خجلتني بين العالم. قلت له أنا ما يهمنيش العالم، أنا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. أحسنت والله. أنا ما بطعن بأمهات المؤمنين، أنا ما بسب صحابة الرسول عليه الصلاة الله أكبر، والسلام، صلى الله عليه وآله. أنا ما بسب الذين جاهدوا في سبيل الله ورضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف ذلك يحدث يعني؟ فهذه المسألة يعني بصراحة، والله حسيت شوف يا حبيبي، سبحان الله. أنت على حق، اصبر واحتسب هذا بلاء. كلمني احد الشباب ايضا، ابوه ردود حسيني معروف في العراق، واهتدى، لكن هو يكتم علي الامر ويقول لي: لو علم ابي بهدايتي لقتلني. فالحمد لله ان انت خرجت خارج العراق، فغيرك في بلاء اشد. ادعو له بالهدايه واسال ان يهدي يا رب. يا شيخ، أنا مش من العراق، أنا من إيران يعني. انت من ايران، الله يهدي والدك يا أنا رب. من أنا أنا من الأحواز. نعم أنا نعم جاهدت في نفسي، أنا جاهدت في نفسي والله، ما تسننت على يد أحد. الله أنا أكبر، قرأت الكتب، والله قرأت القرآن. لما ما أشوف الله أن أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، كيف أنا بسبهم يا أخي؟ أيوة، الله يثبتك يا حبيبي يا رب. الله يخليك، بس والله يعني شرحت صدري يعني، أقسم بالله الحمد لله، الجواب في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنت لست على سبحانه بركة. والله يعني. أنا بصراحة يا شيخ، ما كان عندنا حتى كتاب البخاري حتى نقرأه في إيران، ممنوع. أعلم أعلم، من كنا صغار، من كنا صغار، والفرس اللي كانوا معنا في المدارس يسبون، يقولون هيك هيك لعمك، اصلا ما نعرف من هو عمر رضي الله عنه وارضاه. كنا ماخذين فكره عنه انه يمكن، عياذ بالله، حشاه انه يمكن ابليس اللي يسمونه عمر، هذا اللي يلعنوه يسب. بعدين اكتشفنا لا يا اخي، احنا
احنا نتبع الفرس المجوس. سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، سبحان الله. حسبنا. الشخص الذي أدخل الإسلام في هذه الإمبراطوريات وكسرهم، والله هو ما كسر ضلع الزهراء، والله فقط كسر ضلع كسرى. أي والله يا حبيبي، الله يثبتك يا رب، وأسأل أن يوفقك. تواصل معي بعد البث حتى أرسل لك رقمي الخاص ونكون على تواصل أنا وأنت إن شاء الله، وأتشرف. إن شاء الله، إن شاء الله أستاذ رامي، إن شاء الله أتشرف بك. شكر الله لك. إن شاء الله أنا بعثت لك رسالة، إن شاء الله تجي. إن شاء الله بإذن الله. أبشر، جزاك الله خير. شكرا، وثبتك الله. شكرا، ثبتك جزاك الله، الله خير، ولكل اللي أمثالك اللي في آمين. البرنامج. آمين، جزاك الله خير. مثل وليد، شيخ وليد إسماعيل. آمين. وفراج الصهيبي والناس اللي والجميع. أكثر وأكثر يوضحون لنا. أمين يا حبيبي، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتك وأن يهدي والدك يا رب. جزاك الله خير يا حبيبي. شكر الله لك. شكر الله لك. ما شاء الله، المهتدين من إيران، الأحواز، العراق، البحرين، الكويت، القطيف، أسأل الله أن يثبتهم أجمعين، وأن يبارك فيهم، وأن يزد المهتدين، وأن يهدي والد هذا الأخ المهتدي، أن يهدي والده الردود هذا. اللهم أمين.